Hi there. Let's do a general English test for third year secondary English. And let's share the screen to do that. All right. So we will do test number 10 from Outbooks booklet. First question. The students have celebrated their graduation in a marvelous ceremony. يعني في احتفالية رائعة. Ceremony A هي الإجابة الصحيحة. طيب number two بيقول parents have a very important in developing the morals of society. الآباء لهم دور مهم في تطوير أخلاقيات المجتمع. يبقى role اللي هي دي الإجابة الصحيحة. Important role اللي هي دي. طيب number three. My sister is passionate about new trends of clothes. She likes to wear fashionable dresses. يعني مهتمة بالموضة وبتحب تلبس فساتين على الموضة. يبقى fashionable دي الإجابة الصحيحة. طيب number four بيقول the pyramids and the old temples are part of our historical. يبقى في الحالة ديت historical heritage اللي هو التراث التاريخي بتاعنا. يبقى heritage اللي هي C معناها التراث. طيب number five بيقول when he first traveled to China he found it difficult to eat with chopsticks اللي هي العصيان دي اللي بياكلوا بيها بدل المعالق. يبقى chopsticks هنا الإجابة الصحيحة اللي هي D وهي مشهور بياكلوا بالعصيان ديت في الصين وفي بعض البلدان. طيب number six بيقول I have tried to Google the name of this organization, but it does not, أيوة, exist. حاولت أشوف اسم المنظمة ديت على الإنترنت ولكن لا وجود له. It does not exist. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب, number seven بيقول Teachers provide their students with what they need and do not wait for anything in, يبقى in return. مدرسين بيدوا للطلبة الحاجة اللي محتاجينها ومش مستنيين حاجة في المقابل. يبقى in return. يبقى A الإجابة الصحيحة. طيب 8. It's always said that there is a of beliefs and thoughts between generations. But there is a gap. دايما بيبقى في كده فجوة أو يعني اختلاف ما بين يعني التقاليد والمعتقدات بين أجيال مختلفة. يبقى جاب معناها فجوة. B الإجابة الصحيحة. طيب 9 بيقول He in this factory for 30 years. He will retire next year. يبقى he has worked. Number 9 يبقى الإجابة إيه؟ إحنا عارفين إن استخدام المضارع التام مع الأعمال الواحد بيعمل في وظيفة معينة أو السكن يسكن في مدينة أو في مكان معين معناها بدأ في الماضي وما زال مستمر في الوقت الحاضر. يبقى اما اقول he has worked in the factory for 30 years معناها ما زال مستمر في العمل. يبقى has worked هي الاجابه الصحيحه A. طبعا اخترنا المضارع التام لوجود for وبعدها مده زمنيه دي من علامات اللي تدل على الازمنه التامه. طيب number 10 بيقول the manager said that he is the best candidate because he speaks English fluently. هو افضل مرشح لانه بيتكلم انجليزي بطلاقه. يبقى C fluently الإجابة الصحيحة. طيب 11 بيقول there isn't any rice in the kitchen now it all يبقى it has all been eaten اللي هي B خلاص ما عادش فيه أي رز متبقي. يبقى it has all been eaten اللي هي B الإجابة الصحيحة. طيب اي بقى اي جمله تانية بستخدم فيها المضارع التام معناها حاجه حصلت وانتهت. اقول مثلا I have written my email, I have written the essay. خلاص حاجه تمت وانتهت طالما ان هي مش وظيفه او سكن في مكان معين. يبقى المضارع التام معناها شيء تم وانتهى. فهنا لما اقول ايه it has all been eaten يعني تم اكل الارز بالكامل. يبقى بي الاجابه الصحيحه. طيب number 12 بيقول There is information on the internet that you can not trust. يبقى a lot of information. ما ينفعش أقول many لأن information من الحاجات الغير معدودة. يبقى أستخدم a lot of. A lot of تستخدم للمعدود وغير المعدود. Countable and non-countable. يبقى الإجابة B. A lot of.
طيب number 13 بيقول I wear glasses when I was a student in the university but I didn't used to. لم أكن معتادا أن ألبس نظارة وأنا طالب في الجامعة. يبقى didn't used to اللي هي B الإجابة الصحيحة. طيب نشوف بقى الـ number 14 بيقول My cat has got short legs. It is a short-legged cat اللي هي آخر واحدة دي short-legged cat. يبقى دي الإجابة الصحيحة، دي صفة مركبة يعني. طيب number 15 بيقول The teacher was speaking quickly. I couldn't understand him. طبعا لو في عندي صفة أو adverb ممكن أجيبها ما بين so وthat. يبقى so وthat ممكن أستخدم بينهم إما adjective أو adverb. هنا مستخدم adverb يبقى so quickly that لدرجة جدا لدرجة أن. يبقى so quickly that be الإجابة الصحيحة. طيب 16 Amir read the story. Amir read the story please. The teacher asked Amir. يبقى أقول إيه بقى أحولها لغير مباشر إزاي؟ يبقى to read the story. الحاجة الأمرية زي read the story بقول he asked him أو Amir to read the story. لو كان حاجة منفية don't مثلا waste your time يبقى the teacher asked Amir not to waste his time. يبقى إذن هنا to read the story هي الإجابة الصحيحة A. طيب السؤال number 17 بيقول which of the following punctuation marks can be used in the blanks? When will you return to our city? طبعا ده عايز question mark. خلاص ده سؤال عادي جدا في آخر الجملة لازم أحط question mark يبقى A الإجابة الصحيحة. طيب number 18 بيقول we use A or N to list more than two items or names in the same sentence. يبقى استخدم comma. لو في عندي لستة من أكتر من اسمين أو two items يبقى إيه أستخدم مثلا I went and bought sugar, comma, tea, comma, coffee and مثلا حاجة تانية في الآخر. يبقى بفصل بين الايتمز دايما بالكوما يبقى in a list yes. يبقى كوما بي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال number 19 بيقول A good essay should include real data. يبقى A real data. طيب السؤال number 20 C بيقول which of the following is the essay that you should use settings? Which of the following is the essay that you should use settings? Settings اللي هي ايه المكان والزمان تقول فيها المكان وتقول فيها الزمان. يبقى ديت بنقولها في ايه؟ هل expository؟ لا. هل argumentative؟ لا. دايما الناريتيف اللي هي الجمله المقاله المقاله اللي بتتكلم عن سرد او احداث يبقى لازم اقول الاحداث دي حدثت فين وامتى. يبقى المكان والزمان يبقى اذا بستخدم السيتنجز مع الناريتيف اسي. يبقى دي الاجابه الصحيحه. طيب نشوف بقى الجزء بتاع الريدنج نقرا مع بعض. Universities need to rethink their approach to learning if they are to produce people with the critical thinking, leadership, collaboration, and problem solving skills. يعني بيقول الجامعات يجب تعيد تفكيرها في الطريقة اللي هي يعني بتتعلم بيها لو هم أو لو الجامعة محتاجة إن هي تخرج ناس عندهم critical thinking يعني تفكير نقدي، leadership يعني قدرة على القيادة، collaboration التعاون، problem solving حل المشكلات، needed for modern life اللي هي دي كلها مهارات محتاجينها في الحياة الحديثة. Learning in many universities still happens in large lecture halls. تعليم بيحدث في الجامعات في قاعات محاضرات كبيرة and rewards the ability to remember and repeat information. ويعتمد كتير على remember اللي هو الايه التذكر and repeat information وإعادة المعلومات اللي هو الحفظ يعني. Researchers such as Nobel Prize winning physicist Carl Wieman have shown that this is one of the least effective ways of learning. العالم الفيزيائي ويمن قال ان طريقه الحفظ ديت هي اقل الطرق في التعلم اقلها فاعليه يعني. Effective learning takes three things. التعليم الفعال بيحتاج ثلاث حاجات. First, students must be able to
reflect on what they are learning. لازم الطلبة تفكر في الحاجة اللي هي بتتعلمها. reflection التأمل أو التفكر ده أو التفكير ده helps students assess what they know and what they don't. ده بيساعد الطلبة عشان يعني يعرفوا إيه الحاجة اللي هم عارفينها والحاجة اللي لسه مش عارفينها. It also helps them to integrate new ideas and concepts into their body of knowledge. وبيخليهم يبقوا قادرين ان هم يعرفوا افكار جديده ومفاهيم جديده ويضيفوها للمعرفه اللي عندهم. When students reflect, they strengthen the neural pathways in their brain. لما بيتاملوا او بيفكروا في الحاجات اللي هم بيتعلموها ده بيؤدي الى ان الباثويز او الشبكه الموجوده في المخ اللي بتربط المعلومات ببعضها بتقوى. And build new pathways زي ما قلنا. These links enable critical thinking وهذه الوصلات اللي بتبقى موجوده في المخ بتساعد على التفكير النقدي. Second, true learning happens when students stop being passive recipients of information. التعليم بيبدأ لما الطلبة بتبطل إن هي تكون متلقي سلبي للمعلومة ويبقوا active experimenters ويحاولوا يعملوا الحاجة بنفسهم ويتعلموا بنفسهم. When students take an active part, they take responsibility for the results and ensure that learning is relevant to them. لما بيبدأوا يتعلموا بنفسهم بيبقوا هم مسؤولين عن هذا التعلم وبيتعلموا الحاجات اللي هي relevant to them اللي هي متعلقة بهم. They develop habits that help them learn later in life وبيتعلموا حاجات تساعدهم على التعلم في الحياة such as self-regulation, motivation and curiosity. يكون عندهم motivation تحفيز ويكون عندهم curiosity يعني الفضول لتعلم أشياء جديدة. Third, learning happens when students apply new concepts or skills. والتعليم بيحدث لما الطلبة بتحاول تطبق المفاهيم والمهارات اللي تعلمتها. This is the most natural test for a student's comprehension of what they are studying. وده اختبار طبيعي للحاجة اللي الطالب بيدرسها عشان يعني بتبين هو فهمها ولا لا. Doing something, receiving feedback about it, انك تعمل حاجة بنفسك ويبقى ليك تغذية رجعية او comments او تعليقات على الحاجة اللي انت عملتها. Refining the approach and then doing it again وتحاول تطور في الحاجة اللي انت عملتها وتعملها مرة اخرى. Builds neural pathways, ده بيخلي في شبكة بتتم بتحصل في المخ يعني. For retrieval and association بتربط المعلومات ببعضها وتساعدك على استرجاع المعلومات. Universities are the planning stage for a society's aspiration والجامعات هي فترة تعتبر فترة أو مرحلة التخطيط لطموحات المجتمع. All universities must begin to produce employable leaders. يجب الجامعة تخرج خريجين قادة قادرين على العمل أو التوظيف، إن هم قابلين للتوظيف يعني عندهم المهارات اللي تخليهم يتوظفوا بسرعة. Who will meet the challenges that are hindering the continent's progress وهم هيقابلوا ويواجهوا التحديات اللي بتعيق تقدم بلادهم. To produce graduates with the appropriate skills and ways of thinking, they will have to change the way they see, design, and assess learning. عشان الجامعة تعمل كده لازم يعيدوا النظر في عملية يعني تصميم المناهج وعملية أيضا الأسسمنت اللي هي التقييم، تقييم الطلاب، يعيدوا التفكير فيها يعني. طيب بيقول بقى learning in large lecture halls and repeating information are ways of learning. يبقى ايه؟ less effective اللي هي دي اقل فاعلية يعني. طيب السؤال بعد كده according to the passage students must be able to ايه بقى؟ reflect on what they are learning اللي هي دي يفكروا ويتأملوا في الحاجات اللي بتعلمهم. طيب 23 reflection helps students بيعمل ايه بقى؟ evaluate what they know and what they don't know اللي هي C. لما بتعمل تأمل في الحاجة اللي انت بتتعلمها او thank god الحاجة اللي انت بتدرسها يبقى انت بتعرف ايه يعني بتوصلك لانك ايه الحاجة اللي انت عرفتها والحاجة اللي انت ما عرفتهاش اللي هي C. طيب 24 بيقول what do you think
the underlined word neural refers to اللي هي طبعا النيرفس سيستم، الجهاز العصبي اللي هي بي، وصلات اللي موجوده في المخ وايه الى اخره. طيب 25، the best title of this passage is، يا ترى ايه افضل عنوان لهذا النص او هذه القطعه؟ يبقى A اللي هي effective learning tips، اللي هي نصائح للتعلم، نصائح فعاله يعني، يبقى A. طيب 26 بيقول when universities change the way they see, design and assess learning, they يبقى will produce graduates with the appropriate skills اللي هي C. لما يعيدوا النظر في تخطيط او المناهج او تصميم المناهج وايضا طريقه التقييم او طرق تقييم الطلبه، هيؤدي ذلك الى ان في خريجين معاهم المهارات الايه الملائمه لسوق العمل، يبقى سي. طيب 27 بيقول refining the approach and then doing it again، يبقى A builds neural pathways for retrieval and association، يبقى A الاجابه الصحيحه. طيب سؤال 28 بيقول when students are passive recipients، لما يكونوا بس متلقين سلبيين ايه اللي بيحصل؟ learning doesn't happen، يبقى هنا مفيش تعلم بيحصل، يبقى ايه الاجابه الصحيحه. نقرا القطعه الثانيه مع بعض. A good work life balance said Chris Chansey, a career expert and CEO of Amplio Recruiting has numerous positive effects. يعني بيقول لك لازم يكون عندك توازن بين العمل والحياه، الحياه الشخصيه يعني، زي ما قال كريس، عشان يبقى في بوزيتيف افكتس، بيبقى ليه هذا الموضوع له اثار ايجابيه كتير. هو بيشتغل ايه بقى كريس ده؟ بيشتغل خبير توظيف او خبير مهني، وسي اي او يعني المدير التنفيذي لشركه امبليو ريكروتنج اللي هي شركه امبليو للتوظيف. طيب بيقول بقى كمان انكلودينج ليس ستريس، ده كمان لما بتعمل توازن بين شغلك وحياتك بيكون في ضغط اقل، lower risk of burnout، ما يكونش في انهاك او ارهاق، and a greater sense of well-being، بيكون في رفاهيه اكتر ليك. طيب employers who are committed to providing environments that support work-life balance for their employees can save on costs, experience less cases of absenteeism. اصحاب العمل اللي هم بيحاولوا يخلقوا بيئة عمل مناسبة لموضوع التوازن بين الحياة والعمل، يعني ان هي مش بتنهكه في الشغل كتير، في توازن بين العمل وحياته الشخصية، ده بيؤدي الى بيوفروا في المصاريف، وايضا بيكون في حالات اقل من الغياب اللي هي absenteeism، and enjoy a more loyal and productive workforce، ويكون الموظفين اللي معاهم بيبقوا loyal اكتر، يعني عندهم ولاء ليهم وعندهم productive يعني انتاجيه اكتر. طيب employers that offer options as telecommuting or flexible work schedules can help employees have a better work life balance. طيب لما بيبقى عندهم في اصحاب العمل لما بيعرضوا جداول عمل او يعني اوقات عمل مرنه، يعني ممكن واحد يشتغل الصبح بعد الظهر بالليل كده يعني، ده بيؤدي الى ان في توازن اكتر بشكل جيد بين العمل والحياه، كل واحد حسب ظروفه بقى. When creating a schedule that works for you، لما تعمل جدول عمل يلائمك، think about the best way to achieve balance at work and in your personal life، فكر في ان انت يبقى في توازن بين حياتك الشخصيه وما بين هذا العمل. Chansey said that work life balance is less about dividing the hours in your day evenly between work and personal life، ده مش معناه توازن بين العمل وحياتك الشخصيه انك انت تقسم يومك بالتساوي ما بين العمل وما بين الحياه الشخصيه، لكن المعنى ان having the flexibility، يكون في مرونه to get things done in your professional life، انك تخلص الحاجه اللي انت المفروض تعملها في عملك while still having time، يكون عندك ايضا وقت and energy وطاقه ان انت enjoy your personal life، انك تستمتع بحياتك الشخصيه. There may be some days where you work longer hours so you have time later in the week to enjoy other activities. لو في بعض الايام بتشتغل ساعات اكتر هيتعوض ده بالويك اند، يكون عندك وقت اطول بتقضيه مع اسرتك او تستمتع بالاكتيفيتيز اللي انت عايز تعملها، الانشطه. When you hear
Work-life balance, you probably imagine having an extremely productive day at work. معنى توازن بين العمل وحياتك الشخصية انك انت تعمل انتاج كويس في الشغل and leaving early to spend the other half of the day with friends and family, وانك انت بعد كده بتنصرف وتقضي بقية اليوم مع اهلك واسرتك واصدقائك. Some days you might focus more on work. في بعض الايام بتركز اكتر على العمل, while others او other days you might have more time and energy to pursue your hobbies. ايام اخرى بتركز فعل هوايات اكتر وتقضي وقت with your loved ones, مع المحببين ليك اللي هم اسرتك واصدقائك. Balance is achieved over time, not each day. يعني مع الوقت بيحصل هذا التوازن, مش شرط يحصل كل يوم بالظبط. يعني it's important to remain fluid, يكون عندك مرونة, and constantly assess وتقيم where you are, your goals and priorities, أهدافك وأولوياتك. Said Heather Monahan, founder of the Career Mentoring Group, وهي أيضا مؤسسة مجموعة بتعمل منتورينج أو تقدم النصح بالنسبة للوظائف أو العمل, اسمها Boston Hills. اسم الشركة يعني. At times your children may need you, في بعض الأحيان أولادك بيبقوا محتاجينك. And other times you may need to travel for work, وفي بعض الأحيان تحتاج تسافر عشان شغلك. But allowing yourself to remain open to redirecting and assessing your needs, لما أنت بتبقى تقيم احتياجاتك من فترة للتانية, on any day is a key in finding balance. ده هيساعدك إن أنت يبقى في عندك توازن بين حياتك وعملك. طيب نشوف بقى السؤال 29, بيقول the importance of work-life balance is that it, بنلاقي ان هي has lower risk of burnout, اللي هي ايه, وبرضه بي let you relax at your vacation. يبقى الاثنين مع بعض يبقى دي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 30 بيقول are responsible for providing environments that support work-life balance, that employers, أصحاب العمل هم اللي بيبقوا مسؤولين عن خلق بيئة عمل تخليك تعمل توازن بين شغلك وحياتك الشخصية بسهولة. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب 31 بيقول work-life balance help enjoy a more loyal and productive workforce, اللي هي بي بتخلي الموظفين يكون عندهم ولاء وإنتاجية أكتر. طيب 32 بيقول Work-life balance is to choose a realistic schedule. يكون في جدول واقعي بتختاره ويكون في توازن بين عملك وحياتك الشخصية, يبقى إيه الإجابة الصحيحة. طيب 33 بيقول allowing yourself to redirect and assess your needs on any day is يبقى key to finding balance. اللي هي 33 يبقى key in finding balance. يعني يكون في توازن بين حياتك وعملك, ان انت دايما تعمل تقييم لاحتياجاتك, ايه اللي انت محتاجه سواء في العمل او في حياتك الشخصيه. يبقى سي الاجابه الصحيحه. طيب 34 بيقول having a productive day at work and leaving early to spend the other half of the day with friends and family is not considered a work life balance. اوكي, يبقى ده ما هوش work life balance. ال work life balance بيتم تحقيقه على يعني كل مدة, مش بس في يوم معين من الأيام. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب 35 بيقول the best title of this passage is طبعا work-life balance, التوازن بين الحياة والعمل, اللي هي دي. طيب 36 بيقول the meaning of the underlined word absenteeism is معناها not showing, إن أنت تغيب وما تروحش الشغل. بس هي الإجابة الصحيحة. طيب شوف بقى الترجمة, بيقول لك سيكون من الحماقة تجنب مخاطر تلوث المياه, إنه الشيء الذي تعتمد عليه حياة الإنسان. يبقى it would be foolish to avoid the dangers of the pollution of water, it is the thing on which man's life depends. ليه إيه أفضل ترجمة. طب إيه الحاجات الخطأ اللي في الجمل التانية؟ يعني مثلا be كاتب on which man's life lies, هي المفروض depends, تعتمد على, مش تقع. يبقى نستبعد be عشان كلمة lies دي. طيب سي it would be selfish, هو قال foolish يعني من الحماقة مش من الأنانية, يبقى نستبعد سي عشان كلمة الأنانية اللي هي selfish دي. طيب دي it would be foolish to avoid the dangers of the pollution of air, قال تلوث الهواء مش تلوث الماء زي الجملة الأصلية.
يبقى نستبعد دي عشان كلمة الهواء اللي هي air. وبناء عليه ايه هي الإجابة الصحيحة. طب نشوف كده السؤال 38، بيقول يعتقد بعض المعلمين أن استخدام أجهزة الكمبيوتر في الفصل يمكنه أن يضيع وقت الحصة لضعف خدمات الإنترنت في معظم البلاد. هل إن دي أفضل ترجمة؟ Some teachers believe that using computers in the classroom can't waste. لا، هو المفروض يقول إيه؟ يمكنه أن يضيع. كانت هنا ديت منفية، يبقى إحنا مش هنستبعد دي. طب نقرأ كده، See some teachers believe that using computers in the classroom can waste class time due to rich internet. لا، هو قال ضعف خدمات الإنترنت، يبقى rich ديت ما هياش poor، يبقى ضعيفة يعني، يبقى إذا هستبعد عشان كلمة rich اللي هي C. طب نقرأ B، Some teachers believe that using computers in the class room can waste class time due to poor internet services in most countries. هي دي الإجابة الصحيحة B. طيب نشوف إيه الخطأ اللي فيها. Some teachers believe that using computers in the classroom can waste class time due to poor internet in some countries. الجملة الأصلية قال في معظم البلاد، هنا قال في بعض البلاد، يبقى استبعد إيه عشان كلمة some، وبناء عليه B هي الإجابة الصحيحة. طيب نشوف بقى الترجمة from English to Arabic. بيقول people usually differ in celebrating the same occasion according to their different nationalities, religions, and traditions. يبقى بي يختلف الناس عادة في الاحتفال بنفس المناسبة باختلاف إيه بقى؟ جنسياتهم اللي هي nationalities، دياناتهم religions، تقاليدهم اللي هي traditions. يبقى بي الإجابة الصحيحة. إيه الغلط اللي في إيه؟ هلاقي إن اختلاف جنسياتهم وبلادهم، هو ما قالش بلادهم، قال religions اللي هي دياناتهم، فهنستبعد ايه عشان بلادهم دي. طيب سي الغلط اللي فيها، يختلف الناس في الاحتفال بنفس المناسبة باتفاق جنسياتهم، هو ما قالش بقى باتفاق، قال باختلاف، يبقى according to their different اللي هي مختلفة مش متفقة يعني، يبقى نستبعد سي عشان اتفاق دي. طيب دي يختلف الناس عادة في الاحتفال بنفس المناسبة باختلاف جنسياتهم ودياناتهم وعاداتهم، لا هو ما قالش العادات اللي هي habits، قال traditions اللي هي التقاليد، فنستبعد دي عشان العادات، وبناء عليه هلاقي ان B هي الإجابة الصحيحة. طيب ايه ترجمة آخر بقى جملة اللي هي the state pays great attention to talented people in all fields to create a generation of scholars and artists. على ان سي تولي الدولة اهتمام كبير بالموهوبين في جميع المجالات لخلق جيل من العلماء اللي هو scholars او الفنانين artists. طب الجمل الثانية ايه الخطأ اللي فيها؟ مثلا ايه بيقول طول الدولة اهتمام في الموهوبين في بعض المجالات. الجملة الأصلية قال ايه؟ in all fields يعني كل المجالات، فإذا هستبعد ايه عشان بعض ديت. طيب بي الخطأ اللي فيها اهتمام كبير في جميع المجالات لخلق جيل من العلماء والممثلين، وقال artists يعني فنانين بشكل عام مش ممثلين تحديدا، يبقى اذا بي هنستبعدها عشان الممثلين دي. سي هي الاجابه الصحيحه، دي طول الدوله اهتماما صغيرا. غلط، هو قال great attention اهتماما كبيرا، فنستبعدها عشان صغيرا دي. يبقى المطلوب الجمله دي طبعا بي هي الصح، المطلوب ان احنا بنقرا الجمله الاصليه وبعدين نقرا الخيارات بتأني، نستبعد الجمل اللي فيها كلمه غلط، حرف جر غلط، نفي واثبات مع عكسينهم، زمن الجمله عاملينه مغيرينه بدل مضارع تبقى ماضي، بدل ماضي مستقبل الى اخره. ولو استبعدنا كل الحاجات الخطا يبقى هيبقى فاضل عندنا بس الخيار الصحيح الوحيد اللي موجود في الجمله. احب انوه ان في عندنا عاملين قبل كده فيديوهات لكيفيه الكتابه بشكل تفصيلي، والموضوعات المهمه اللي المتوقع يجي منها في امتحان موضوع المقال او مشابهه ليها، زي مثلا عمل المراه او دور المراه في المجتمع والتعليم واهميته لبناء الدول، وايضا السياحه الى اخره من الموضوعات المهمه. فارجعوا للفيديوهات دي الاهميه، واحنا عملنا ايضا فيديوهات اخرى مراجعه ل الكريتيكال ثينكينج كويستشنز، اسئله التفكير النقدي في القصه جريت اكسبكتيشنز، فبرضو راجعوا هذه الفيديوهات الاهميه. وان شاء الله تابعوا معانا في الفيديوهات القادمه، هنحل دايما اختبار شامل من المعاصر ومن جيم اللي هي البوكلت الاخير بتاع الامتحانات، ومن الاوت بوكس لافاده الطلاب، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.